بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا أنا أحب أشكر اللجنة المنظمة والدكتور أحمد سبعاوي على دعوتي النهاردة، وبنود الدكتور أحمد سبعاوي عيد ميلاد سعيد النهاردة، عيد ميلاده. ثانيا أنا واحد من أبناء محافظة الفيوم، فأنا بحب أرحب بكل الأساتذة الموجودة معانا النهاردة، شرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله المؤتمر يبقى بداية لمؤتمر مستمر بعد كده بإذن الله. ثالثا أنا بحب بس أعزي نفسي وأعزي جامعة الفيوم الوفاة الدكتور أحمد عثمان عشيري في حادث مأساوي. دكتور أحمد عثمان عشيري مدرس جراحة قلب وصدر بجامعة الفيوم، وتوفى في حادث مأساوي نتيجة الستار. أتمنى بس حضرتكم تدعوا له بالرحمة، وإن شاء الله حقه يرجع بإذن الله. النهاردة هنتكلم على الهايبر أوزنر هايبر جلسيميك ستيت. إز إت بريزنت؟ أنا شغال في معهد السكر. إحنا بنشوف معظم الأدميشنز معظمها دي كي إيه. ال HHS بنشوفها بس mainly في التايب 2 diabetes. النهاردة أنا guided ب 2 guidelines من GBDS guidelines والإنترنت بوك of critical care. النهاردة المحاضرة هتلخص في الآتي: definition and diagnosis of HHS، يعني HHS or DKA، وممكن يبقى معانا mixed types overlapping. ممكن HHS تبقى معاها associated other causes of acidosis state زي اللاكتيك اسيدوزيس. مهم جدا نعرف في حالات الدي كي اي مع الاجريسيف مانجمنت والنون انديكيتد صوديوم بايكربون ثيرابي ممكن احنا نعمل ياتروجينيك اتش اتش اس. احنا بنشوفها كتير جدا في المعهد، بنشوف حالات زي كده متحول لنا من اماكن ثانيه بان ابروبريت مانجمنت اوف دي كي اي، فبيبقى جاي لنا البيشنت بياتروجينيك اتش اتش اس. هنتكلم عن الباثوفيزيولوجي سريعا: ايفالويشن تريتمنت والاتش اتش اس ريزوليوشن. في بس حاجه احب اقولها قبل ما نبتدي المانجمنت بتاعتنا. احنا ال HHS زيها زي اي هايبوفوليميك هايبرناتريميك ستيت، احنا لازم نبقى عارفين ومظبطين امورنا كويس. احنا عندنا تو ستيبس اوف مانجمنت. اول ستيب اللي احنا نعمل فوليوم ديفيسيت ريبليشن، بعد كده بنصلح الهايبرتونستي، حاجه اسمها ووتر ديفيسيت. بعد كده مفيش اجريسيف مانجمنت. ديفينيشن اند دايجنوزيس، لازم يبقى في معانا هايبوفوليميك ستيت. البيشنت اوف اتش اتش اس اصلا ده فيه فلويد لوس من 100 ل 200 ملي بير كي جي، ولازم يكون فيه ايفيدنس اوف كلينيكال ان ويلنس. البيشنت بتاع الاتش اتش اس هيبقى جايب ديسيبل كونشس ليفل، علشان حاجه مشهوره جدا البرين ديهيدريشن برين شرينكج. تمام، في طبعا هايبر جلاسيميا، السكر بيبقى بروفاوند هايبر جلاسيميا فوق 600 ملي جرام بير ديسي لتر وذ اليفيتد اوزمولاريتي اكتر من 320 ملي اوزمول بير كي جي لتر and abscess of substantial ketoacidosis. دي مهمة جدا جدا عشان تفرق لنا بين الـ isolated HHS والـ mixed overlapping type HHS دي كي. لازم الـ pH تبقى أكتر من 7.3، البيكارب more than 15، في mild ketosis مش profound ketosis، والـ anion gap less than 15. زمان من سنة 2010 كده 2011 أول ما اشتغلنا، يعني كان الـ HHS كان اسمها الـ honk هايبر اوزنر نان كيتوتيك كوما، بس ريسنتلي الديفينيشن ده خلاص اوبسليت، لان احنا اكشوالي احنا معانا مايلد ديجري اوف اثيروز اند كيتوزيس. فاي بيشنت جاي طوارئ وذ بروفاوند هايبرجلاسيميا اند كلينيكال انستابيلتي لازم يبقى فيه ريز سسبيشس اوف اتش اتش اس. الكي ديفرنسز بين الاتش اتش اس والدي كي اي، اول حاجه البرايمري فيسيولوجي بتاع الاتش اتش اس مينلي هايبرتونيسي اند هايبر اوزمولاريتي، لكن في الدي كي اي الكيتو اسيدوزيس والكيتو اسيدوزيس. الكي بارامتر تو بي مونيتورد في المانجمنت الاتش اتش اس لازم نظبط سيرم اوزمولاريتي، لكن في الدي كي اي بنتكلم في الاناين جاب. الاتش اتش اس دي سب اكيوت ستيت to be developed، دي بتاخد من days to weeks، لكن ال DKA دي acute state بتحصل within hours to days. المهم الكلام ده مهم جدا عشان المانجمنت. المانجمنت بتاع ال HHS مختلف عن DKA. ال DKA دي rapid progressive state لازم نعالجها rapidly عشان acidosis، لكن ال HHS حاجه بتقعد days to weeks. really اصلا patient بيبقى adapted، يعني البرين شرينكج ده adapted. لما نيجي نعمل كوركشن فيري سلولي عشان ما نشافتش العيان من البرين شرينكج للبرين سويلنج، دي خطيره جدا. نيجي نتكلم، احنا اتكلمنا عن الكلاسيك اتش اتش اس. طبعا في حاجه مشهوره جدا معانا اسمها الاوفرلابنج دي كي اتش اتش اس.
ده كومبينيشن اوف سيفير هايبرجلاسيميا وبروفاوند الليفيتد هايبر اوزمولاريتي، لكن كمان بيبقى معانا سبستانشال كيتو اسيدوزس. الفرق بينها وبين الكلاسيك اتش اتش اس في المانجمنت، المانجمنت الاي في فلوز هي هي، لكن الانسولين ثيرابي احنا هنا في الميكسد او اوفرلابنج ستيت، احنا مع الانيشال بارت اوف ثيرابي بنبتدي الاي في انسولين فيكسد ريت انسولين فيوجن من اول لحظه، تمام. لكن نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، احنا الكي ديفرنس بين الاوفرلابنج او الميكسد باثولوجي والكلاسيك دي كي عادي، اللي احنا هنخلي بالنا من احنا معانا انكريز ريسك اوف سيريبرال اديما، فاحنا نخلي بالنا ان احنا لما نعمل كوركشن للهايبرناتريميا او الهايبرتونيستي او الهايبروزمالتي لازم فيري فيري سلولي، خصوصا لو البيشنت ده اقل من 40 سنه، 40 سنه يعني مش هيبقى ادابتد للبرين شرينكج الموجود معانا، فاحنا فيري ريسك اللي احنا ندخل في البرين اديما. ممكن الـ HHS يبقى معاها other causes of acidosis؟ مهمة جداً. lactic acidosis patient of HHS ممكن يجي بشوك، any shock، hypovolemic shock، septic shock، cardiogenic shock، ممكن يبقى أصلاً هو type 2 diabetes mainly، يبقى ماشي على metformin، metformin on type 2 respiratory failure acidosis، metformin مع chronic kidney disease، مع acute kidney injury، تمام؟ ده مهم جداً. دي lactic acidosis مع الـ HHS without evidence of DKA. زي ما قلنا الـ HHS is a deranged state which develops gradually over days to week. عشان كده it should be treated gradually over 24 to 48 hours. This is unlike DKA. DKA احنا قلنا DKA is very rapid progressive state to be managed rapidly. تمام؟ المين بس باثولوجي اوف اتش اتش اس الانكنترولد هايبرجلاسيميا. البيشنت بيبقى جاي في اكيوت ستريسر تريجرنج ستيت مع انف انسولين تو بريفنت الكيتو اسيدوزس، لكن نوت انف تو كنترول هايبرجلاسيميا. البروفاوند هايبرجلاسيميا دي بعد كده هتعمل اوزموتيك دايوريسيس، اوزموتيك دايوريسيس هيعمل ووتر لوس اكتر من الصوديوم لوس، تمام. فانا عملت هايبر اوزمولر ستيت، هايبر ناتريميك ستيت، وبالتالي هيبقى في ستيت اوف ذا سيلف كونشس ليفل، تمام. يبقى في هايبوفوليميا، الهايبوفوليميا هتقلل الجي اف ار، وخصوصا البيشنت ده تايب 2 وهيبقى اولد، هيبقى عنده بيز لاين كرونيك كيدني ديزيز، فطبيعي جدا هيبقى في ديكريز رينال برفيوجن، فهيبقى في ديكريز جلوكوز كليرنس، ده هيزود كمان البروفاوند هايبرجلاسيميا، هيبقى ندخل في فيشر سيركل ستيت. هنسأل نفسنا سؤال، هو ده سؤال المحاضرة، الـ HHSD is commonly seen in practice، هي موجودة بـ 15% من الـ hyperglycemic related admissions الـ ER، لكن هي ليها high mortality عن الـ DKA، الـ DKA المورتاليتي بتاعتها less than 5%، لكن الـ HHS 15%، ولازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، الـ mortality of DKA and HHSS غالبا مش من الـ HHS نفسها، غالبا من الـ comorbids اللي موجودة معها ومن الـ acute triggering state، يعني واحد هيجي بـ MI مثلا المورتاليتي هتبقى أكتر من الـ MI، جاي بـ BA المورتاليتي أكتر مع الـ BA، جاي مع الـ mesenteric angina هتبقى نفس الكلام، مع sepsis نفس الكلام، لكن كـ direct effect of mortality لا، مش زي الـ comorbids اللي موجودة معها. لما نيجي نعمل evaluation لعيان suspected HHS بنتكلم حاجتين، اول حاجه بنتكلم على التريجرنج ستيت نفسها نوت تو بي ميزد، لان هو ده السبب الاكتر للمورتاليتي معانا. اشهر اسباب التريجرز اللي موجوده معانا سيبسيس، سيبتيك دايابيتيك فود، اي ار دي اس، سيلولايتس، يوروسيبسيس، بانكرياتايتس، ودي تمثل 50% من التريجرز اللي موجوده معانا. اشهر اسباب التريجرز اللي موجوده مع اتش اتش اس لازم وي شود سيرش فور سيبسيس، اوكالت سيبسيس موجوده معانا، دراج انديوس، ستيرويدز، كيموثيرابي، سايزايز، بيتا بلوكرز، نون سيلكت بيتا بلوكرز، انسولين نون ادهيرنس، تروما، ام اي سي، ماكرو اكيوت، ماكرو فاركل ستيت، اكيوت اندوكرين ايمرجنس زي سيروتوكوزيس او الكوشنز. رقم 2 لما نيجي نعمل بقى ايفالويشن اوف اتش اتش اس نفسها، كلينيكال ايفالويشن، كلينيكال ايفالويشن اللي احنا انا اشتغلت رعايه مع الاندوكرين، فايتلز ار فايتلز، لازم نشوف الفايتال ساينز. غالبا الاعيان اللي جاي باتش اتش اس بيبقى معاها اكيوت كوجنيتيف ديس فانكشن، ده ممكن يكون من سيفير ديهيدريشن الموجود معاه، ممكن يكون من الاكيوت تريجرنج ستيت سيبسيس او سي في اي. مور كومنلي نشوف الاكيوت كوجنيتيف ديسفانكشن ده
مع الهاي اوزمولارتي. لو الاوزمولارتي بتاعتنا اكتر من 330 ده ريليتد للاوزموتيك شيفت، للاكسترا للاكسترا سيلر شيفت اوف فلويدز. هتلاقي البرين كده لو عملنا ام ار او عملنا سي تي هتلاقي البرين شرينكت، بنسميه برين شرينكج. بعد كده البيزك ورك اب، احنا هنسحب للبيشنت جلوكوز اي بي جي اوناين جاب، بنشوف اليورين كيتونز، الكيتونيميا، اوزمولاريتي، اللاكتيك ليفل. اللاكتيت ليفل عشان احنا قلنا اسباب اللاكتيك اسيدوز مع الاتش اتش اس. الاتش اتش اس مانجمنت، المانجمنت عندنا زي اي هايبوفوليميك هايبرناتريميا، بس هنا احنا عندنا جولز لازم ندور عليها، لازم ندرس الاندرلاين كوزس لان ده سبب مهم جدا للمورتاليتي. وبعد كده جراديوال سيف كوركشن اوف اوزمولاريتي، كوركشن اوف فلويد لوس اند الكترولايت لوسز، نورمالايز بلاد جلوكوز. لازم المانجمنت بتاعتنا تكون ايم تو بريفنت الكومبليكيشنز. لازم وانا في المانجمنت بتاعتي اسيرش على الكومبليكيشن، الاكسبكتد انكسيبيتد كومبليكيشنز، فوليوم اوفرلود، سيربرال اديما. لازم ابريفنت العيان ده يبقى بيد ريدن ديهيدريتد اول دي ايج. لازم ابريفنت الفوت ألسرز، لازم ابريفنت الارتيريال اند فينوس ثرومبوزيس. البرينسيبلز اوف مانجمنت، ذا سيفست ابروتش از سلولي مانجمنت، ذس از ذا جولدن رول هير. تمام. كمان الماجوريتي اوف الكترولايت لوسز في الاتش اتش اس هما الصوديوم بوتاسيوم كلورايد، علشان كده الانيشال ثيرابي او الجولدن فلويد تو بي جيفن هير از ايزوتونيك كريستالويد فلويد نورمال سالاين. تمام. ويز بوتاسيوم ادد بي ار ان. زي ما قلنا الانسولين ثيرابي، الاي في انسولين ثيرابي، الفاكسيدريت انسولين ثيرابي نوت تو بي ستارتد as a part of initial treatment unless substantial ketoacidosis. ليه؟ لان اصلا الفوليوم ريسوسيتيشن تمام هيعمل امبروفنج للجلوكوز كليرنس، فهو اصلا هينزل السكر. تمام. متوقع اصلا مع الادكويت فوليوم ريسوسيتيشن يحصل جلوكوز ديكريز من 75 ل 100 ملي جرام في الساعه. وفي حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، دي تاني جولدن رول، الانسولين نوت تو بي جيفن تو ايرلي. لان لو انا عملت ايرلي هايبوغلاسيميك ستيت او نزلت السكر اكتر من اللي احنا عايزينه هيحصل فيه مور كلينيكال ديتيريوريشن، سيركيولاتوري كولابس ونيورولوجيكال ديفيسيت. ليه؟ لان انا عملت اوزموتيك شيفت، فعملت انتراسيلولر لارج فلويد شيفت. سلو داون reduce the rate of correction. ليه؟ احنا قلنا الكلام ده تو رابيد كوركشن او تشنجز. تمام. ممكن تعمل لارجر اوزموتيك شيفت وذ انترا سيلولار فلويد شيفت ليدنج تو سيريس نيورولوجيكال كومبليكيشن، سيربرال اديما او السي بي ام اللي هو سنترال بونتاين مايلينوزس. عشان كده بليز بليز سام بيشنتس. تمام. احنا الديزايربل فول ان سيرم اوزمولاريتي من 3 ل 8 ملي مول بي كي جي بير اور، والديزاير فول اوف سيرم صوديوم 10 ملي مول في ال 24 ساعه. تمام. طبعا احنا وي ار سيرشنج فور اوكالت سيبسس، لازم يبقى في انتي بايوتيك ثيرابي بيزد اون كالتشرز. تمام. والانتي كوجيليشن، اي بيشنت داخل بديك ب اتش اتش اس وفي هيدريت لازم يبقى في انتي كوجيليشن ثيرابي عشان تبرنت الدي في تي. ستيب 1، احنا عندنا 3 ستيبس في المانجمنت. اول حاجه الفوليوم ريسوسيتيشن والالكترولايت لوسز ريبليشن، تاني حاجه الانسولين ثيرابي، تالت حاجه احنا بنتكلم في الووتر ديفيسيت الكوركشن اوف هايبرتونيستي. الفوليوم ريسوسيتيشن احنا بنبتدي بنورمال سلاين. تمام. ولازم نشيك في اول 6 ساعات بنشيك على سيرم اوزمولاريتي كل ساعه، وبعد كده بنشيك بقى على السيرم اوزمولاريتي مع سيرم صوديوم كل ساعتين مع البلاد جلوكوز كل ساعه. تمام. في الاول اصلا الصوديوم هيبقى هي انكريز. ليه؟ لان احنا عندنا اوزموتيك شيفتنج اوف ووتر اوت اوف فاسكولار سبيس، لان كل 100 ملي جرام ديكريز ان بلاد جلوكوز هترفع سيرم صوديوم 2.4 ملي مول بالليتر. احنا هنا بنان ماسكينج الاكزيستد اصلا هايبرتونيك ستيت. وانت في الثيرابي بتاعتك لازم عينك على الكومبليكيشنز. وي ار انتسيبيتنج، الدكتور الشاطر بيسبق الموضوع بخطوه، لازم تانتسيبيت الموضوع، لازم تافويد الفوليوم اوفرلود، لازم تافويد السيربرال اديما. في اول ساعه احنا بندي لتر. تمام. بس ده ديبندنج على الديهيدريشن ستيت وعلى الاوفرلود ريسك.
تمام. لو ايه لو البيشنت جاي شوك ده اصلا احنا المفروض بندي في اول ربع ساعه 500 سنتي. لو لسه السيل في السول تحت ال 90 بندي انذر 500. لو السيل شوك افضل بعد ال خلاص هخلص بسرعه انا اسف هكمل. لو لسه البيشنت ستيل شوكت لازم نقول سينيور، ممكن يكون موضوع شوك ما لهاش علاقه خالص بال اتش اتش اس والهايبوفوليميا. تمام. فاول 6 ساعات بنمشي بعد كده من 250 ل 1000 سنتي في الساعه جايدد بالديهيدريشن ريسك والاوفر لود ريسك. تمام. احنا لازم يبقى عندنا تارجت بوست فلويد بالانس. فاول 6 ساعات التارجت بتاعنا الفلويد بالانس 3 لتر. في اول 12 ساعه ل 24 ساعه التارجت بتاعنا في الفلويد بالانس 6 لتر. احنا خلاص احنا بدانا فلويدز. ايه السيناريوز بقى اللي موجوده معانا؟ احنا هنشيك على السكر كل ساعه، هنشيك على الصوديوم كل ساعتين، هنشيك على الاوزمولاريتي كل ساعتين. ايه اللي هيحصل بقى لو الصوديوم بتاعنا انكريزنج؟ دي حاجه متوقعه، بس الاوزمولاريتي از ديكلايننج ات ان ابروبريت ريت هنكمل زي ما احنا عندنا مصلين. لو الصوديوم بتاعنا انكريزنج لكن الاوزمولاريتي بتاعتنا بتزيد او بتقل اقل من المتوقع من الريت اللي احنا عايزينه، لازم نشوف الفلويد بالانس. لو الفلويد بالانس بتاعتنا ادكويت، لا انا هشفت على الهاف نورمال سلاين. لو الفلويد بالانس بتاعتنا هنا ادكويت، لا انا هخليني على نورمال سلاين بس هزود الريت شويه. لو الاوزمولاريتي بتاعتنا از فولينج ات ريت اكسيدنج ال 8 المفروض انا اقلل الريت اوف انسولين فيوجن. انا خلاص خلصت يا جماعه. احنا هنتكلم على الهايبوغلايسيميا والبوتاسيوم كوركشن. ستيب 2 بنتكلم على الانسولين، امتى هناخد انسولين. تمام. احنا المفروض اصلا الانسولين السكر بينزل من 75 ل 100 ملي جرام في الساعه، ده مع الفلوز. التارجت بتاعنا اللي احنا بنخلي السكر بتاعنا من 200 ل 250 وافويد رابيد كوركشن عشان تافويد الرابيد اوزمولاريتي تشينجز. احنا ممكن نبدا بيزل انسولين عشان نقلل النيد للفيكس ريت انفيوجن، ولو بدانا فيكس ريت انفيوجن بنقلل الريبورت هايبرجليسيميا وانس ستوبس. دونت جيف بولس، هنبتدي بفيكس ريت بس لور استيميتد سكيل من 0.05 يونت بير كي جي بير اور. الهايبرتونيك هايبرتونستي مانجمنت، خلاص احنا هنشفت بس الهايبرتونيك للهايبوتونيك سوليوشن لو السيرم صوديوم انكريزز ولو حصل الصوديوم بتاعتنا اوزمولاريتي بتاعنا. الساينز اوف ديفينيشن اوف اتش اتش ريزوليوشن، السيرم اوزمولاريتي اقل من 300، لو الهايبوفوليميا كوركتد في السول اكتر من السول بلاد بريشر اكتر من 90 او اليورين بلاد بريشر اكتر من 0.5 ام ال بير كي بير اور. الكوجنيتيف ستيتس از باك تو بري ادمشن ستيت، والبلاد جلوكوز تحت